عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريبتو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. معاكم ميس فاطمة مهران من مدرسة الاهرام مودرن سكول. هنتكلم النهاردة على مراجعة كده بسيطة لمنهج التاريخ في مادة الدراسات الاجتماعية. اول حاجة هنتكلم فيها هي مجموعة من المفاهيم الموجودة معانا في منهج التاريخ. واول حاجة طبعا تعريف عام الفيل. احنا طبعا عارفين ان عام الفيل ده السنة اللي اتولد فيها سيدنا محمد. طب ليه اتسمى باسم عام الفيل؟ عشان طبعا كان في شخص اسمه أبرهة الحبشي بيحاول يهد الكعبة عشان يجبر الناس تزور الكنيسة بتاعته في اليمن، فكان ده حدث مشهور جدا جدا جدا، فبالتالي سمي بعام الفيل. يبقى عام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي مكة لهدم الكعبة، وهو نفس العام الذي ولد فيه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا عندي هناك دايما عارفين أن في فرق ما بين تعريف السرية والغزوة، وطبعا عارفين أن السرايا هي بتكون حملات بيوجهها النبي لكن مش بيحضرها وبتكون ضد المشركين. طب السرايا دي هدفها ايه؟ طبعا عشان تضعف قوة المشركين الاقتصادية. عندي تعريف الغزوة. الغزوة دي عبارة عن معارك خاضها المسلمين بقيادة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، طبعا زي غزوة بدر واحد والخندق وكده. بعد كده عندي تعريف الخلافة. يعني ايه خلافة؟ طبعا انا قلت لكم الخلافة ده شكل من اشكال الحكم بس بيكون خاص بالمسلمين، والنظام ده ظهر بعد وفاة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وبيكون طبعا على اختيار من يتولى رئاسة المسلمين في امور الدين والدنيا نيابة طبعا عن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده هتكلم على تعريف كلمة شورى. الشورى طبعا ده نظام المسلمين اتبعوه عشان خاطر يختاروا حد في تولي الحكم، بس بيكون قايم على مبدأ الترشيح والانتخاب، يعني بنختار اكتر من حد وبنختار منهم شخص واحد. بعد كده عندي تعريف المرتدون. طبعا المرتدون دول اللي هم القبائل العربية اللي خرجت من الإسلام بعد وفاة الرسول ورفضوا طبعا دفع الزكاة. بعد كده تعريف الأسطول الحربي. طبعا ده مجموعة من السفن بتستخدم يا إما في الحروب يا إما في التجارة، وطبعا عارفين إن عمل الأسطول البحري بتاعنا بالخاص بالمسلمين طبعا ده كان عثمان ابن عفان. بعدين عندي مجموعة من أسئلة أكمل كده بسيطة، زي إن الدعوة الإسلامية بدأت في السر واستمرت 3 سنين، زي مثلا إن دولة الروم كانت بتحتل مصر والشام، ودولة الفرس كانت بتحتل العراق واليمن، زي مثلا غزوة الخندق قامت سنة 5 هجريا بس فتح مكة كان 8 هجريا، خيبر كان 7 هجريا مثلا. مثلا من العادات السيئة اللي عند العرب مثلا شرب الخمر وقت البنات، من العادات الحسنة أو الجيدة طبعا الصبر والكرم وحماية الجار، زي مثلا ان الخليفة عمر ابن الخطاب هو اللي عمل نظام الحزبة، وعمله ليه؟ طبعا عشان يشرف على الاسواق، وده احنا متكلمين عليه بالتفصيل واحنا بنشرح الدرس ده. زي مثلا ان سيدنا عمر ابن الخطاب عمل حاجة اسمها التقويم الهجري او التاريخ الهجري، وده اعتبره من السنة اللي خرج فيها سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام من مكة الى المدينة، وده تاريخ خاص بالمسلمين. برضو مجموعة من أسئلة صوب بسيطة جدا كده، مثلا زي إن الوجود اليهودي خالص انتهى من شبه الجزيرة العربية على يد عثمان ابن عفان. لا طبعا هيبقى على يد عمر ابن الخطاب، هو اللي أخرج اليهود تماما من شبه الجزيرة العربية. زي مثلا إن يهود بني النضير انضموا إلى المشركين في غزوة الخندق. لا، يهود بني النضير مش هم اللي انضموا للمشركين أثناء الغزوة، ده يهود بني قريظة. يهود بني قريظة. زي مثلا ان بعد وفاة عبد المطلب كفل الرسول صلى الله عليه وسلم عمه ابو لهب. لا طبعا مش عمه ابو لهب، ده عمه ابو طالب. زي مثلا ان عثمان ابن عفان ارسل عبد الله ابن ابي الصرح لفتح ارمينيا. طبعا ارمينيا اللي فتحها كان معاوية ابن ابي سفيان وعلى يد القائد حبيب ابن مسيلمة. مثلا زي تسلم عثمان ابن عفان بيت المقدس، مفاتيح بيت المقدس، يعني هو اللي كان في عهده فتحت بيت المقدس، طبعا هو عمر ابن الخطاب مش عثمان ابن عفان.
أشار سلمان الفارسي على الرسول بأن يعسكر عند بئر بدر، طبعا مش سلمان الفارسي، ده الحباب ابن المنذر. سلمان الفارسي ده اللي أشار على الرسول أو اقترح على الرسول إن إحنا نحفر خندق حول المدينة، زي مثلا إن رحلة الشتاء كانت لليمن ورحلة الصيف كانت للشام. طبعا احنا عارفين دي هتبقى صحيحة، لأن فعلا رحلة الشتاء كنا بنروح فيها اليمن، ورحلة الصيف كنا بنروح فيها إلى بلاد الشام. دي مجموعة من المفاهيم برضو أو من التعريفات. مثلا زي اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: أشهر الأسواق عند العرب طبعا قبل الإسلام كان سوق عكاظ وذي المجاز. أشهر القبائل في مكة قبيلة قريش. القواعد اللي خرجوا من جيش علي اللي هم طبعا الفريق الثاني ورفضوا التحكيم، بيسموا عليهم الخوارج أو بيطلق عليهم الخوارج، اللي طبعا احنا عارفين ان هم قرروا قتل علي ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. جماعة من الناس ينتمون لأصل واحد وبينهم ربط الدم واحدة وعصبية قبلية واحدة، طبعا دي القبيلة. السير ليلا حتى الصعود إلى المسجد أو الذهاب إلى المسجد الحرام اللي هو طبعا الإسراء. العام الذي ولد فيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ده يسمى عام الفيل. ديانة سيدنا إبراهيم اللي هي الديانة الحنيفية وتدعو طبعا لعبادة إله واحد أو التوحيد بالله. بعد كده عندي تعريف عام الحزن، ده طبعا العام اللي توفت فيه زوجة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام السيدة خديجة وعمه أبو طالب. زي تعريف المهاجرين، طبعا هم الذين هاجروا مع سيدنا محمد من مكة إلى يثرب أو إلى المدينة فرارا من المشركين، منهم الأنصار دول أهل يثرب أو أهل المدينة، وهم بعض من قبيلة الأوس والخزرج، ودول طبعا عاهدوا الرسول على النصر والحماية في بيعة العقبة الثانية. زي تعريف المعراج، طبعا احنا قلنا الإسراء يعني سير النبي إلى المسجد الأقصى، أما المعراج هو صعود الرسول من المسجد الأقصى إلى السماء. صحيفة المدينة طبعا زي دستور المدينة كده، اللي هو الكتاب الذي كتبه سيدنا محمد بين المسلمين ويهود المدينة، وأمنهم على أموالهم وأنفسهم ودينهم وكل حاجة. المؤاخاة طبعا ده الركن الثاني من أركان بناء الدولة الإسلامية بين الأنصار والمهاجرين. يعني ايه وحي؟ طبعا الوحي ما ينزل على الانبياء عن طريق سيدنا جبريل. مين هما المتنبئون؟ طبعا المتنبئون دول الذين خرجوا عن الاسلام وادعوا النبوة زي مسيلمة الكذاب. التقويم الهجري، طبعا ده التقويم اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية، اللي اتخذه عمر بن الخطاب بداية لتاريخ المسلمين، وهو من بداية الهجرة من مكة إلى يثرب. عندي بقى مجموعة كده من الشخصيات، زي مين سلمان الفارسي ده طبعا اللي أشار على الرسول بحفر الخندق، مين زيد بن حارثة طبعا ده أول من أسلم من الموالي، مين أبو بكر الصديق طبعا ليه أعمال كتير جدا بس احنا ناخد أول من آمن بالدعوة مثلا من الرجال، وطبعا هو اللي جمع القرآن وحارب المرتدين. مين علي بن أبي طالب ده أول فدائي طبعا في الإسلام وأول من آمن بالدعوة من الصبية وكان عنده ساعتها 10 سنوات. مين أبو طالب ده عم الرسول اللي حماه وأنقذه من أذى القريش أو المشركين. من هو النجاشي؟ طبعا النجاشي ده اللي هو كان ملك الحبشة اللي صدق المسلمين لما هاجروا عليه اللي هم المسلمين الأوائل. من عثمان ابن عفان؟ طبعا عثمان ابن عفان اللي أنشأ أول بحرية إسلامية، اللي طبعا عمل العديد من الفتوحات، اللي طبعا عمل أول أسطول اللي جمع القرآن في مصحف واحد. مين هو عمرو بن العاص؟ طبعا ده اللي فتح مصر وفتح بلاد الشام برضو، بيت المقدس. فتح مصر إمتى؟ سنة 641 طبعا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. أدي طيب تاني، سوري عفوا، أدي تاني علي بن أبي طالب أهو نام في فراش النبي ليلة الهجرة، يعني أول فدائي في الإسلام، وطبعا هو اللي عمل نظام الشرطة وطبعا نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة.
من هو عامر ابن فهيرة؟ طبعا عامر ابن فهيرة ده اللي كان بيرعى الأغنام حول غار ثور أثناء هجرة الرسول. من هو؟ طبعا عبد الله ابن أبي سلول، طبعا ده زعيم المنافقين اللي رجع بتلت الجيش أثناء غزوة أحد، وطبعا ده كان سبب من أسباب الهزيمة طبعا في غزوة أحد. أبو بكر الصديق أهو أول الخلفاء. من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه؟ طبعا اللي قال كده عمر بن الخطاب. مين أبو عبيدة الجراح؟ ده كان قائد الجيوش الأربعة المتجهة لبلاد الشام، وفي نفس ذات اللحظة هو برضو اللي كان بيفتح منطقة تسمى باسم حمص. مين عمر بن الخطاب؟ هو اللي عمل الدواوين ونظام الحسبة. مين سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص ده اللي انتصر على الفرس في معركة القادسية أمام رستم. مين النعمان ابن المقرن؟ ده طبعا اللي انتصر في معركة نهاوند اللي بيطلق عليها فتح الفتوح طبعا ضد الفرس. مين خالد ابن الوليد؟ طبعا ده اللي فتح لنا وانتصر على الروم في معركة اليرموك، وفتح طبعا العراق او اهم مناطق العراق، مناطق كتير في العراق. مين وكان السبب على فكرة في هزيمتنا في غزوة احد لما طلع بالجبل ببقية الجيش اثناء ما الرومان نزلوا يلموا الغنائم. مين عبد الله بن سعد بن ابي الصرح؟ طبعا ده اللي انتصر على الروم في معركة ذات الصواري، وطبعا ده كان والي مصر. مين علي بن ابي طالب؟ اهو هو زي ما قلت لكم من شوية هو اللي نقل الخلافة من المدينة الى الكوفة في العراق. مين عبد الرحمن بن ملجم؟ طبعا ده اللي كان ونجح في قتل الخليفة علي بن ابي طالب، كان من الخوارج. برضو تاني اهو عبد الله بن اريقط، ده طبعا دليل الرسول في الصحراء اثناء الهجره، مهم جدا عبد الله بن اريقط. ماشي. مين حمزه ابن عبد المطلب؟ ده كان عم الرسول واستشهد في غزوه احد. علي بن ابي طالب اول فدائي في الاسلام. هنا بقى بيبدا يكرر الاسامي بس بصيغه اسئله تاني. مثلا مصعب ابن عمير ده اول سفير في الاسلام، ده نتيجه بيعه العقبه الاولى ما ننساهاش. مين ابو لؤلؤه المجوسي؟ طبعا ده اللي نجح في قتل عمر ابن الخطاب. عندي دار الندوه، دي الدار التي اجتمع فيها قريش عشان يدبروا مؤامره لقتل الرسول. يبقى انا كده عندي دارين، دار الارقم ابن ابي الارقم دي كان اول مدرسه في الاسلام، ودار الندوه دي طبعا اللي كان بتجتمع فيها قريش عشان يعملوا دسائس ومؤامرات ضد الرسول. تمام. مين عمر ابن الخطاب؟ من ضمن اعماله برضو ان هو اشار على الخليفه بجمع القران، الخليفه ابو بكر الصديق. مين حليمه السعديه؟ طبعا دي مرضعه الرسول اللي قعد معاها اول 4 سنوات من عمره في قبيله بني سعد. ديوان الجند طبعا من الدواوين اللي عملها عمر ابن الخطاب، ودي خاصه باسماء ورواتب الجنود. مين ميسرة؟ ده خادم السيدة خديجة أو غلام السيدة خديجة. ورقة بن نوفل مين؟ ورقة بن نوفل ده هو اللي أخبر سيدنا محمد، هو طبعا ابن عم السيدة خديجة، وهو اللي أخبر سيدنا محمد إن هو سوف يكون نبي هذه الأمة. الورقة دي أو الشريحة دي مهمة جدا 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 معايا، لأن فيها يعتبر أهم المعارك اللي بتيجي كتير في الامتحان، كل معركة بتاريخها أطرافها في عهد أنهي خليفة. طبعا القادسية كنت لسه قايلة لكم ساعة وضد الفرس سنة 15 هجريا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، والنتج عنها انتصار المسلمين وقتل رستم ودخول المدائن. أما نهاوند سنة 21 هجريا ضد الفرس والمسلمين بقيادة القائد المسلم طبعا النعمان ابن المقرن في عهد الخليفة برضو عمر ابن الخطاب، واتهزم فيها الفرس وانتهت دولتهم تماما، فعشان كده سميناها فتح الفتوح. بعد كده اليرموك، اليرموك طبعا كانت بين المسلمين والروم، والقائد كان خالد ابن الوليد في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب، وبرضو انتصرنا فيها وقيصر الروم هاجر أو غادر من بلاد الشام. بعدين ذات الصواري 34 هجريا، طبعا لما كان قلنا ان جيوش الرومان كانوا حوالي 500 سفينة، كانت بين المسلمين والروم، وكان القائد عبد الله بن سعد بن ابي الصرح في عهد عثمان بن عفان، وانهزم الرومان واتدمر الاسطول بتاعهم. بعدين فتح مصر سنة 21 هجريا مع الرومان برضو، كان القائد عمرو بن العاص وكان الخليفة عمر بن الخطاب، وبعدها مصر أصبحت ولاية إسلامية
سنة 641 ميلاديا أو 21 هجريا. عندي مثلا مقارنة هنا بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، دي مهمة جدا. بيعة العقبة الأولى كنا سنة 12 من البعثة، وسنة بيعة العقبة الثانية سنة 13 من البعثة. بيعة العقبة الأولى كنا 12 رجل من الأوس والخزرج، أما بيعة العقبة الثانية كنا 73 رجل وامرأتين. بيعة العقبة الأولى كان من شروطها إن هم ألا يشركوا بالله، ألا يعصوا الرسول في أمر، ألا يأمرون مثلا بالفاحشة، ألا يشربوا الخمر. أما نتج عليها إنه أرسل معاهم مصعب ابن عمير عشان يكون أول سفير في الإسلام. أما بيعة العقبة الثانية عهد الرسول على حمايته ونصرته إذا ذهب إليهم، وده نتج عنها فعلا هجرة الرسول إلى يثرب. دي أهم التفسيرات بقى اللي عندي في المنهج، يعني ليه العالم كان بحاجة إلى سيدنا محمد، ليه؟ طبعا عشان يرشد الناس إلى عبادة إله واحد وينشر العدل والمساواة والتسامح بين الناس. إيه هي أهمية الأسواق عند العرب؟ ما كانتش بس للتجارة، لأ، كانت ميدان لتنافس الشعراء زي النابغة الزبياني، زي سوق عقاظ وذي المجاز. ليه تسمى العام اللي اتولد فيه الرسول بعام الفيل؟ عشان ساعتها أبرهة الحبشي حاول يهد الكعبة عشان يجبر الناس لزيارة كنيسته في اليمن، فخرج بجيش كبير جدا من الأفيال، فسمي بنفس العام اللي اتولد فيه سيدنا محمد فسميناه عام الفيل. مثلا ممكن يجي يقول لي بما تفسر معارضة قريش للدعوة الإسلامية ليه؟ طبعا مش عشان هي مش مصدقاها، لا، هي عارفة ان في أنبياء وعارفة ان في توحيد، بس هي كانت خايفة على معتقداتها ومصالحها التجارية. يبقى أقول كده خوفا على مكانتها الدينية والتجارية. ليه سمى العام العاشر من البعثة بعام الحزن؟ عشان ده نفس السنة اللي توفت فيه السيدة خديجة زوجة الرسول وعمه أبو طالب. بما تفسر للرسول أنشأ المسجد، طبعا أنشأ المسجد عشان يعلم الناس أمور الدين الإسلامي، وكمان للصلاة والعبادة، وكمان عشان تبقى مركز للحكم وإدارة الدولة. مثلا ممكن يجي يقول لي بما تفسر عمر بن الخطاب قسم الدولة الإسلامية لولايات ودواوين ليه؟ عشان طبعا اتساع الدولة، فهو عايز يسيطر عليها سيطرة كاملة، يبقى لتحقيق السيطرة الكاملة على الدولة الإسلامية. ممكن يجي يقول لي بما تفسر أمر عثمان ابن عفان ليه بنسخ القرآن الكريم في مصحف واحد؟ عشان خاطر احنا كنا بنقول ان بسبب اتساع الدولة بدأ يحصل غلط في قراءة القرآن، فبدأ يقرأ بطريقة غير صحيحة، فكنا عايزين نوحد قراءة القرآن، فهقول بسبب دخول غير العرب في الإسلام فاختلفوا في قراءة القرآن، فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت ومن كتاب الوحي أن يجمع القرآن كله في مصحف واحد ويوزعه على الدول الإسلامية أو البلاد الإسلامية، فهنقول حتى تتوحد قراءة القرآن. لو جالي قال لي بما تفسر أنشأ عثمان ابن عفان أول أسطول في عهد عثمان ابن عفان ليه؟ طبعا هقول لصد هجمات الرومان من جهة السواحل. ليه أطلق على علي ابن أبي طالب أول فدائي في الإسلام؟ لأنه طبعا نام في فراش الرسول يوم الهجرة عشان يخدع المشركين ويرد الأمانات إلى أهلها. ليه كان النظام القبلي هو النظام القائم أو السائد في شبه الجزيرة العربية؟ لأن هي كانت عبارة عن قبائل متفرقة، وكل قبيلة ليها شيخ بيحكمها وبيحدد واجبات وحقوق كل فرد فيها. بما تفسر هزيمة المسلمين في غزوة أحد؟ طبعا احنا عارفين بسبب مخالفة الرماة لأوامر الرسول والنزول من فوق جبل أحد لجمع الغنائم، فطبعا ده كان السبب اللي خلانا نتحول نصرنا إلى هزيمة في غزوة أحد. لو جاء لي بما تفسر يطلق على غزوة الخندق اسم غزوة الأحزاب؟ طبعا هنا الغزوة دي كانت فيها صراع كبير جدا، لأن كان عندنا عدو داخلي وعدو خارجي، وتحالفت فيه القبائل والمشركين كلهم على الرسول وعلى المسلمين. ليه فتحنا مكة؟ بما تفسر فتح مكة عشان نقضنا صلح الحديبية، واحنا عارفين ازاي لما طبعا قبيلة بكر اعتدت على قبيلة خزاعة، فطبعا ده يعتبر نقض للصلح
لأن الصلح كان هدنة لمدة 10 سنين دون حرب. ليه أطلق على الخلفاء الراشدين هذا الاسم؟ ليه سمينا علي وعثمان وعمر وأبو بكر باسم الخلفاء الراشدين؟ ليه؟ طبعا لأن هم صاروا على نهج الرسول في الحكم واتبعوا مسيرته. ليه عمر ابن الخطاب؟ بما تفسر أشار عمر ابن الخطاب على أبو بكر بجمع القرآن، لأن استشهد عدد كبير جدا من حفظة القرآن أثناء حروب الردة، فكان لازم يجمع القرآن. بما تفسر أطلق على الرسول على عمر ابن الخطاب لقب الفاروق. ليه؟ طبعا لأن عمر ابن الخطاب كان بيفرق بين الحق والباطل. بما تفسر أمر عمر القادة المسلمين بإنشاء مدن. ليه؟ يعني عملنا مدن إسلامية ليه؟ هقول طبعا عشان تتجمع فيها جيوش المسلمين، تبقى مركز لتجمع جيوش المسلمين زي مدينة الفسطاط في مصر والكوفة والبصرة في العراق. ليه أطلق على معركة نهاوند فتح الفتوح؟ طبعا لأن في المعركة دي نهينا وجود دولة الفرس تماما، انتهى وجود دولة الفرس تماما، وفر ملكهم وانتهت دولتهم خالص. بما تفسر تردد عمر ابن الخطاب في فتح مصر ليه؟ طبعا لأن كانت جيوش المسلمين منشغلة في حروب الفرس والروم، ودولة مصر دولة كبيرة كان لازم الجيوش كلها تكون مستعدة لملاقاة الرومان في مصر. بما تفسر إرسال أشراف مكة أبنائهم لمرضعات في البادية ليه؟ ليه كنا بيبعتوا أبنائهم للبادية للصحاري؟ قلنا عشان يتعلموا فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. ليه هجرة المسلمين الأوائل للحبشة؟ ليه هاجروا للحبشة؟ لأن طبعا الحبشة فيها ملك عادل لا يظلم أحد، طبعا هو ملك النجاشي. إضافة على كده طبعا إن كان قريش بتأذي المسلمين إيذاء شديد، فكان لازم يهاجروا. ليه الرسول نجح في الهجرة إلى يثرب؟ إيه عوامل نجاحه؟ طبعا توفيق الله والسرية التامة والتخطيط الجيد طبعا، واختيار أشخاص قادرين على تنفيذ هذه الخطة كان من أهم الأسباب اللي خلت سيدنا محمد يقدر ينجح في الخطة دي، وإنه يقدر يهاجر فعلا إلى يثرب. لما يجي يقول لي بما تفسر مؤاخاة الرسول بين المهاجرين والأنصار، ليه عمل إخاء بينهم؟ طبعا عمل إخاء بينهم عشان ينظم العلاقة بينهم كلهم، وتاني حاجة عشان يسود الحب والإخاء والتعاون بينهم. بما تفسر مثلا بيعة الرضوان، دي حصلت بيعة الرضوان، طبعا البيعة دي فاكرينها لما أذيع مقتل عثمان أثناء ذهاب الرسول إلى العمرة، فطبعا ذيعت إشاعة إن عثمان قتل، فطبعا المسلمين بيعوا سيدنا محمد إن هو يخش ويحارب، فسميت ببيعة الرضوان. ليه عملنا غزوة خيبر؟ بما تفسر قيام غزوة خيبر، طبعا خيبر دي كانت مركز المؤامرات والدسائس من اليهود على المسلمين، فكان لازم يتم فتحها. ليه عملنا غزوة أحد؟ طبعا لأني لقينا المشركين جايين ينتقموا من المسلمين بعد انتصارنا في غزوة بدر. غزوة حنين كانت ليه؟ طبعا لملاقاة قبيلتي هذين وثقيف اللي طبعا كانوا عايزين يحاربوا المسلمين. غزوة تبوك طبعا لملاقاة جيوش الرومان. ليه لقب أبو بكر بأول خطيب في الإسلام؟ لأن طبعا أبو بكر هو اللي كان بيخطف في المسلمين أثناء مرض الرسول. ليه الأنصار أسرعوا في اجتماع في ثقيفة بني ساعدة؟ عشان طبعا يجتمعوا الأنصار مع المهاجرين مع بعض عشان يختاروا خليفة للمسلمين. ليه بعض الصحابة نصحوا أبو بكر بعدم إرسال جيش أسامة ابن زيد؟ لأن الدولة كانت في مرحلة خطر، وهو خطر المرتدين. لكن طبعا أبو بكر الصديق أول حاجة عملها هو أنه أرسل جيش أسامة ابن زيد لبلاد الشام لكي يحارب الرومان. نقول هنا مثلا تعرض الأمة الإسلامية لخطر عظيم بعد وفاة الرسول، طبعا بسبب خروج بعض القبائل عن الإسلام ورفضوا دفع الزكاة وادعوا النبوة، طبعا هم المرتدين والمتنبئين. طب بما تفسر عدم حضور عثمان ابن عفان لغزوة بدر؟ طبعا بسبب مرض زوجته. عثمان ابن عفان قتل بسبب فتنة عبد الله بن سبأ. دي بقى مجموعة من أسئلة ما النتائج. طبعا
من أهمهم طبعا سؤال اشتغال النبي بحرفة الرعي نتج عنه إيه؟ إن هو طبعا تعلم الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. بيعة العقبة الثانية ترتب عليها هجرة الرسول ليثرب. بيعة العقبة الأولى ترتب عليها إرسال مصعب بن عمير لأهل يثرب عشان يعلمهم مبادئ الدين الإسلامي. غزوة بدر ترتب عليها انتصار المسلمين وهزيمة المشركين. ما النتائج المترتبة على مخالفة الرماة لأوامر الرسول في غزوة أحد؟ طبعا هزيمة المسلمين في غزوة أحد أو تحول النصر إلى هزيمة. النتائج المترتبة على غزوة الخندق؟ طبعا لم يحقق المشركين هدفهم، وتم طرد يهود بني قريظة وبني نضير تماما من المدينة على يد الرسول. غزوة خيبر نتج عنها ايه؟ طبعا اتهزم اليهود، وكان في شروط كده ان احنا هناخد نص ما تخرجه الارض من زرع طبعا مقابل ان احنا نسيبهم. نتج ايه عن فتح مكة؟ طبعا نتج عن فتح مكة اللي احنا طبعا دخلنا مكة دون قتال، فنتج عليها اسلام عدد كبير جدا من الرجال والنساء، وطبعا ده بسبب عفو الرسول عنهم ان هو لم يمس احد فيهم. غزوة حنين نتج عليها ايه؟ ان احنا هزمنا قبلتي هذين وثقيف، وطبعا انتصار المسلمين. غزوة حنين دي بريبتو احنا كنا منتصرين منهزمين ثم انتصرنا، على عكس غزوة احد اللي كنا فيها منتصرين ثم انهزمنا. غزوة تبوك طبعا تعتبر من اهم الغزوات، ودي اخر غزوات قام بها الرسول، اخر غزوة، ودخل المسلمين مدينة تبوك طبعا دون مقاومة يعتبر، وعاد الرسول منتصر بجيشه وسالم بجيشه. استشهاد علي بن أبي طالب نتج عليه طبعا انتهاء عصر الخلفاء الراشدين، كان آخر خليفة من الخلفاء الراشدين. حروب الردة نتج عليها طبعا ان نجحت جيوش المسلمين في مهمتها، ورجعت الدولة تاني متوحدة وفيها وحدة مرة أخرى، متحدة سوري، وفيها جمع مرة أخرى بعد ما كانت تفرقت. صلح الحديبية نتج عليه طبعا هو علامية الدعوة، إن الرسول بدأ ينشر ويبعت رسل إلى ملوك ورؤساء العالم بيدعوهم للإسلام، فبدأت ينشر الإسلام عالميا كده. بريبتو دي يعتبر مراجعة كده بسيطة لمنهج التاريخ، وأتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا منها، وشكرا جدا.